حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عمرو بن واقد القرشي، حدثنا يونس بن ميسرة بن حلبس عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر الغفاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا في إضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا أن لا تكون بما في يديك أوثق منك بما في يد الله، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو أنها أبقيت لك. قال هشام: قال أبو إدريس الخولاني يقول: مثل هذا الحديث في الأحاديث كمثل الإبريز في الذهب. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا الحكم بن هشام، حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي فروة عن أبي خلاد وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل قد أعطي زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقي الحكمة. حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر، حدثنا شهاب بن عباد، حدثنا خالد بن عمرو القرشي عن سفيان الثوري عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبوك. حدثنا محمد بن الصباح، أنبأنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن سمرة بن سهم رجل من قومه قال: نزلت على أبي هاشم بن عتبة وهو طعين، فأتاه معاوية يعوده، فبكى أبو هاشم، فقال معاوية: ما يبكيك أي خال؟ أوجع يشهدك أم على الدنيا فقد ذهب صفوها؟ قال: على كل لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وددت أني كنت تبعته. قال: إنك لعلك تدرك أموالا تقسم بين أقوام، وإنما يكفيك من ذلك خادم ومركب في سبيل الله، فأدركت فجمعت. حدثنا الحسن بن أبي الربيع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: اشتكى سلمان فعاده سعد فرآه يبكي، فقال له سعد: ما يبكيك يا أخي؟ أليس قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس؟ أليس؟ قال سلمان: ما أبكي واحدة من اثنتين، ما أبكي ظنا للدنيا ولا كراهية للآخرة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فما أراني إلا قد تعديت. قال: وما عهد إليك؟ قال: عهد إلي أنه يكفي أحدكم مثل زاد الراكب، ولا أراني إلا قد تعديت. وأما أنت يا سعد فاتق الله عند حكمك إذا حكمت، وعند قسمك إذا قسمت، وعند همك إذا هممت. قال ثابت: فبلغني أنه ما ترك إلا 24 درهما من نفقة كانت عنده. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عمر بن سليمان قال: سمعت عبد الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفان عن أبيه قال: خرج زيد بن ثابت من عند مروان بنصف النهار، قلت: ما بعث إليه هذه الساعة إلا لشيء سأل عنه، فسألته فقال: سألنا عن أشياء سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. حدثنا علي بن محمد والحسين بن عبد الرحمن قالا: حدثنا عبد الله بن نمير عن معاوية النصري عن نهشل عن الضحاك عن الأسود بن يزيد قال: قال عبد الله: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله هم دنياه
ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوليته هلك. حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا عبد الله بن داود عن عمران بن زائدة عن أبيه عن أبي خالد الوالدي عن أبي هريرة قال: ولا أعلمه إلا قد رفعه، قال: يقول الله سبحانه: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي ومحمد بن بشر قالا: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت المستورد أفا بني فهر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما مثل الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. حدثنا يحيى بن حكيم، حدثنا أبو داود، حدثنا المسعودي، أخبرني عمرو بن مرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر في جلده، فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، لو كنت آذنتنا ففرشنا لك عليه شيئا يقيك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا والدنيا، إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. حدثنا هشام بن عمار وإبراهيم بن المنذر الحزامي ومحمد بن الصباح قالوا: حدثنا أبو يحيى زكريا بن منظور، حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، فإذا هو بشاة ميتة شائلة برجلها، فقال: أترون هذه هينة على صاحبها؟ فوالذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه على صاحبها، ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها قطرة أبدا. حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي، حدثنا حماد بن زيد عن مجالد بن سعيد الهمداني عن قيس بن أبي حازم الهمداني قال: حدثنا المستورد بن شداد قال: إني لفي الركب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتى على سخلة منبوذة، قال: فقال: أترون هذه هانت على أهلها؟ قال: قيل: يا رسول الله، من هوانها ألقوها، أو كما قال. قال: فوالذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. حدثنا علي بن ميمون الرقي، حدثنا أبو خليد عتبة بن حماد الدمشقي عن ابن ثوبان عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة السنولي قال: حدثنا أبو هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي، حدثنا حماد بن زيد عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال: يا عبد الله، كن في الدنيا كأنك غريب أو كأنك عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا سويد بن عبد العزيز عن زيد بن واقد عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك عن ملوك الجنة؟ قلت: بلى. قال: رجل ضعيف مستضعف ذو طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن معبد بن خالد قال: سمعت حارثة بن وهب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ألا أنبئكم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف. ألا أنبئكم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن صدقة بن عبد الله، عن إبراهيم بن مرة، عن أيوب بن سليمان، عن أبي أمامة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أغبط الناس عندي مؤمن خفيف الحاذ، ذو حظ من صلاة، غامض في الناس لا يؤبه له، كان رزقه كفافا وصبر عليه، عجلت منيته وقل تراثه وقلت بواكيه. حدثنا كثير بن عبيد الحمصي، حدثنا أيوب بن سويد عن أسامة بن زيد، عن عبد الله بن أبي أمامة الحارثي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البذاذة من الإيمان. قال: البذاذة القشافة، يعني التقشف. حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا يحيى بن سليم عن ابن خثيم، عن شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أنبئكم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل. حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، حدثني أبي عن سهل بن سعد الساعدي قال: مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا: رأيك في هذا؟ نقول: هذا من أشرف الناس، هذا حري إن خطب أن يخطب، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع لقوله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ومر رجل آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا؟ قالوا: نقول: والله يا رسول الله، هذا من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب لم ينكح، وإن شفع لا يشفع، وإن قال لا يسمع لقوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهذا خير من ملء الأرض مثل هذا. حدثنا عبيد الله بن يوسف الجبيري، حدثنا حماد بن عيسى، حدثنا موسى بن عبيدة، أخبرني القاسم بن مهران عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب عبده المؤمن الفقير المتعفف أبا العيال. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم 500 عام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا بكر بن عبد الرحمن، حدثنا عيسى بن المختار عن محمد بن أبي ليلى، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بمقدار 500 سنة. حدثنا إسحاق بن منصور، أنبأنا أبو غسان بهلول، حدثنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر قال: اشتكى فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فضل الله به عليهم أغنياءهم، فقال: يا معشر الفقراء، ألا أبشركم أن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم 500 عام. ثم تلا موسى هذه الآية: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم التيمي أبو يحيى، حدثنا إبراهيم أبو إسحاق المخزومي عن المقبري عن أبي هريرة قال: كان جعفر بن أبي طالب يحب المساكين ويجلس إليهم ويحدثهم ويحدثونه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنيه أبا المساكين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد قالا: حدثنا أبو خالد الأحمر عن يزيد بن سنان، عن أبي المبارك عن عطاء، عن أبي سعيد الخدري قال:
أحب المساكين، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان، حدثنا عمرو بن محمد العنقزي، حدثنا أصباط بن نصر عن السدي عن أبي سعد الأزدي وكان قارئ الأزد، عن أبي الكنود عن خباب في قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، إلى قوله: فتكون من الظالمين. قال: جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حسن الفزاري، فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صهيب وبلال وعمار وخباب قاعدا في ناس من الضعفاء من المؤمنين، فلما رأوهم حول النبي صلى الله عليه وسلم حقروهم، فأتوه فخلوا به وقالوا: إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العرب فضلنا، فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد، فإذا نحن جئناك فأقمهم عنك، فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت. قال: نعم. قالوا: فاكتب لنا عليك كتابا. قال: فدعا بصحيفة ودعا عليا ليكتب، ونحن قعود في ناحية، فنزل جبرائيل عليه السلام فقال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. ثم ذكر الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن فقال: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ ثم قال: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. قال: فدنونا منه حتى وضعنا ركبنا على ركبته، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس معنا، فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا، فأنزل الله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، ولا تجالس الأشراف، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، يعني عيينة والأقرع، واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال: هلاك. قال: أمر عيينة والأقرع. ثم ضرب لهم مثل الرجلين ومثل الحياة الدنيا. قال خباب: فكنا نقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بلغنا الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم. حدثنا يحيى بن حكيم، حدثنا أبو داود، حدثنا قيس بن الربيع عن المقدام بن شريح عن أبيه عن سعد قال: نزلت هذه الآية فينا ستة، في وفي ابن مسعود وصهيب وعمار والمقداد وبلال. قال: قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا نرضى أن نكون أتباعا لهم فاطردهم عنك. قال: فدخل قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ما شاء الله أن يدخل، فأنزل الله عز وجل: ولا تطعن الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، الآية. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا بكر بن عبد الرحمن، حدثنا عيسى بن المختار عن محمد بن أبي ليلى عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل للمكثرين إلا من قال بالمال هكذا وهكذا 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 أربع،
عن يمينه وعن شماله ومن قدامه ومن ورائه. حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري، حدثنا النضر بن محمد، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثني أبو زميل هو سماك عن مالك بن مرثد الحنفي عن أبيه عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأكثرون هم الأسفلون يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وكسبه من طيب. حدثنا يحيى بن حكيم، حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأكثرون هم الأسفلون، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا ثلاثة. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحب أن أحدا عندي ذهبا فتأتي علي ثالثة وعندي منه شيء إلا شيء أرصده في قضاء دين. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا صدقة بن خالد، حدثنا يزيد بن أبي مريم عن أبي عبيد الله مسلم بن مشكم عن عمرو بن غيلان الثقفي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من آمن بي وصدقني وعلم أن ما جئت به هو الحق من عندك فأقلل ما له وولده وحبب إليه لقاءك وعجل له القضاء، ومن لم يؤمن بي ولم يصدقني ولم يعلم أن ما جئت به هو الحق من عندك فأكثر ما له وولده وأطل عمره. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان، حدثنا غسان بن برزين، وحدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي، حدثنا غسان بن برزين، حدثنا سيار بن سلامة عن البراء السليطي عن قادة الأسدي قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل يستمنحه ناقة فرده، ثم بعثني إلى رجل آخر فأرسل إليه بناقة، فلما أبصرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك فيها وفي من بعث بها. قال نقادة: فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي من جاء بها؟ قال: وفي من جاء بها. ثم أمر بها فحلبت فدرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أكثر مال فلان للمانع الأول، واجعل رزق فلان يوما بيوم للذي بعث بالناقة. حدثنا الحسن بن حماد، حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يفي. حدثنا يعقوب بن حميد، حدثنا إسحاق بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. حدثنا محمد بن رمح، حدثنا عبد الله بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر وحميد بن هانئ الخولاني أنه ما سمعا أبا عبد الرحمن الحبلي يخبر عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد أفلح من هدي إلى الإسلام ورزق الكفاف وقنع به. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قالا: حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي ويعلى
عن إسماعيل بن أبي خالد عن نفيع عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من غني ولا فقير إلا ود يوم القيامة أنه أتي من الدنيا قوتا. حدثنا سويد بن سعيد ومجاهد بن موسى قالا حدثنا مروان بن معاوية حدثنا عبد الرحمن بن أبي شميلة عن سلمة بن عبيد الله بن محصن الأنصاري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم معافا في جسده آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. حدثنا أبو بكر حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله. قال أبو معاوية عليكم. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا كثير بن هشام حدثنا جعفر بن برقان حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن إنما ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت إن كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم لنمكث شهرا ما نوقد فيه بنار ما هو إلا التمر والماء إلا أن ابن نمير قال نلبث شهرا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة قالت لقد كان يأتي على آل محمد صلى الله عليه وسلم الشهر ما يرى في بيت من بيوته الدخان. قلت فما كان طعامهم؟ قالت الأسودان التمر والماء غير أنه كان لنا جيران من الأنصار جيران صدق وكانت لهم ربائب فكانوا يبعثون إليه ألبانها. قال محمد وكانوا تسعة أبيات. حدثنا نصر بن علي حدثنا بشر بن عمر حدثنا شعبة عن سماك عن النعمان بن بشير قال سمعت عمر بن الخطاب يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتوي في اليوم من الجوع ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا الحسن بن موسى أنبأنا شيبان عن قتادة عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مرارا والذي نفس محمد بيده ما أصبح عند آل محمد صاع حب ولا صاع تمر وإن له يومئذ تسع نسوة. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو المغيرة حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن علي بن بديمة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصبح في آل محمد إلا مد من طعام أو ما أصبح في آل محمد مد من طعام. حدثنا نصر بن علي أخبرني أبي عن شعبة عن عبد الأكرم رجل من أهل الكوفة عن أبيه عن سليمان بن صرد قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكثنا ثلاث ليال لا نقدر أو لا يقدر على طعام. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بطعام سخن فأكل فلما فرغ قال الحمد لله ما دخل بطني طعام سخن منذ كذا وكذا. حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا عبد الله بن نمير وأبو خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان ضجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أدما حشوه ليف. حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب
عن أبيه عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى عليا وفاطمة وهما في خميل لهما، والخميل القطيفة البيضاء من الصوف، قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جهزهما بها ووسادة محشوة إذخرا وقربة. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عمرو بن يونس حدثنا عكرمة بن عمار حدثني سماك الحنفي أبو زميل حدثني عبد الله بن العباس حدثني عمر بن الخطاب قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حصير، قال فجلست فإذا عليه إزار وليس عليه غيره، وإذا الحصير قد أثر في جنبه، وإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع وقرض في ناحية في الغرفة، وإذا إهاب معلق، فابتدرت عيناي، فقال ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقلت يا نبي الله وما لي لا أبكي، وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذلك كسرى وقيصر في الثمار والأنهار، وأنت نبي الله وصفوته، وهذه خزانتك. قال يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قلت بلى. حدثنا محمد بن طريف وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب قالا حدثنا محمد بن فضيل عن مجالد عن عامر عن الحارث عن علي قال أهديت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي، فما كان فراشنا ليلة أهديت إلا مسك كبش. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب قالا حدثنا أبو أسامة عن زائدة عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدقة، فينطلق أحدنا يتحامل حتى يجيء بالمد، وإن لأحدهم اليوم 100,000. قال شقيق كأنه يعرض بنفسه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن أبي نعامة سمعه من خالد بن عمير قال خطبنا عتبة بن غزوان على المنبر فقال لقد رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام نأكله إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة عن عباس الجريري قال سمعت أبا عثمان يحدث عن أبي هريرة أنهم أصابهم جوع وهم 7، قال فأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم 7 لكل إنسان تمرة. حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الله بن الزبير بن العوام عن أبيه قال لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال الزبير وأي نعيم نسأل عنه؟ وإنما هو الأسودان التمر والماء. قال أما إنه سيكون. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 300 نحمل أزوادنا على رقابنا، ففني أزوادنا حتى كان يكون للرجل منا تمرة، فقيل يا أبا عبد الله وأين تقع التمرة من الرجل؟ فقال لقد وجدنا فقدها حين فقدناها وأتينا البحر، فإذا نحن بحوت قد قذفه البحر، فأكلنا منه 18. حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي السفر عن عبد الله بن عمر قال مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا، فقال ما هذا؟ فقلت خص لنا وها نحن نصلحه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة حدثني إسحاق بن أبي طلحة عن أنس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم
بقبة على باب رجل من الأنصار، فقال: ما هذه؟ قالوا: قبة بناها فلان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مال يكون هكذا فهو وبال على صاحبه يوم القيامة. فبلغ الأنصاري ذلك فوضعها، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد فلم يرها، فسأل عنها فأخبر أنه وضعها لما بلغه عنك، فقال: يرحمه الله يرحمه الله. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو نعيم، حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه سعيد عن ابن عمر قال: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنيت بيتا يكننني من المطر ويكننني من الشمس ما أعانني عليه خلق الله تعالى. حدثنا إسماعيل بن موسى، حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: أتينا خبابا نعوده فقال: لقد طال سقمي، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتمنوا الموت لتمنيته، وقال: إن العبد ليؤجر في نفقته كلها إلا في التراب، أو قال: في البناء. حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني قال: سمعت عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سلام بن شرحبيل أبي شرحبيل عن حبة وسواء ابني خالد قالا: دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعالج شيئا فأعناه عليه، فقال: لا تيأسا من الرزق ما تهززت رؤوسكما، فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشر ثم يرزقه الله عز وجل. حدثنا إسحاق بن منصور، أنبأنا أبو شعيب صالح بن زريق العطار، حدثنا سعد بن عبد الرحمن الجمحي عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من قلب ابن آدم بكل واد شعبة، فمن اتبع قلبه الشعب كلها لم يبال الله بأي واد أهلكه، ومن توكل على الله كفاه التشعب. حدثنا محمد بن طريف، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن الظن بالله. حدثنا محمد بن الصباح، أنبأنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك ولا تعجز، فإن غلبك أمر فقل: قدر الله وما شاء فعل، وإياك واللو، فإن اللو تفتح عمل الشيطان. حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب، حدثنا عبد الله بن نمير عن إبراهيم بن الفضل عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، حيثما وجدها فهو أحق بها. حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري، حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه قال: سمعت ابن عباس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. حدثنا محمد بن زياد، حدثنا الفضيل بن سليمان، حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم، حدثني عثمان بن جبير مولى أبي أيوب عن أبي أيوب قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني وأوجز. قال: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع
ولا تكلم بكلام تعتذر منه، وأجمع اليأس عما في أيدي الناس. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا الحسن بن موسى عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يجلس يسمع الحكمة ثم لا يحدث عن صاحبه إلا بشر ما يسمع، كمثل رجل أتى راعيا فقال: يا راعي أجزرني شاة من غنمك، قال: اذهب فخذ بأذن خيرها، فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم. قال أبو الحسن بن سلمة: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا موسى، حدثنا حماد، فذكر نحوه وقال فيه: بأذن خيرها شاة. حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا علي بن مسهر، وحدثنا علي بن ميمون الرقي، حدثنا سعيد بن مسلمة جميعا عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. حدثنا هناد بن السري، حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله سبحانه: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم. حدثنا عبد الله بن سعيد وهارون بن إسحاق قالا: حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله سبحانه: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في النار. حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث أن دراجا حدث عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يتواضع لله سبحانه درجة يرفعه الله به درجة، ومن يتكبر على الله درجة يضعه الله به درجة، حتى يجعله في أسفل السافلين. حدثنا نصر بن علي، حدثنا عبد الصمد وسلم بن قتيبة قالا: حدثنا شعبة عن علي بن زيد عن أنس بن مالك قال: إن كانت الأمة من أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت من المدينة في حاجتها. حدثنا عمرو بن رافع، حدثنا جرير عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشيع الجنازة ويجيب دعوة المملوك ويركب الحمار، وكان يوم قريظة والنضير على حمار، ويوم خيبر على حمار مخطوم برسن من ليف وتحته إكاف من ليف. حدثنا أحمد بن سعيد، حدثنا علي بن الحسين بن واقد، حدثنا أبي عن مطر عن قتادة عن مطرف عن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطبهم فقال: إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قالا: حدثنا شعبة عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة مولا لأنس بن مالك عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من عذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا رؤي ذلك في وجهه. حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي، حدثنا عيسى بن يونس عن معاوية بن يحيى عن الزهري عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. حدثنا عبد الله بن سعيد، حدثنا سعيد بن محمد الوراق، حدثنا صالح بن حيان عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياة. حدثنا عمرو بن رافع، حدثنا جرير عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن عقبة بن عمرو أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. حدثنا إسماعيل بن موسى، حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. حدثنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه، ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه. حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا عبد الله بن وهب، حدثني سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور شاء. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني، حدثنا يونس بن بكير، حدثنا خالد بن دينار الشيباني عن عمارة العبدي، حدثنا أبو سعيد الخدري قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتتكم وفود عبد القيس، وما يرى أحد فينا نحن كذلك، إذ جاءوا فنزلوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي الأشج العصري، فجاء بعد فنزل منزلا، فأناخ راحلته، ووضع ثيابه جانبا، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أشج، إن فيك لخصلتين يحبهما الله: الحلم والتؤدة. قال: يا رسول الله، أشيء جبلت عليه أم شيء حدث لي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل شيء جبلت عليه. حدثنا أبو إسحاق الهروي، حدثنا العباس بن الفضل الأنصاري، حدثنا قرة بن خالد، حدثنا أبو جمرة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأشج العصري: إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والحياء. حدثنا زيد بن أخزم، حدثنا بشر بن عمر، حدثنا حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أنبأنا عبيد الله بن موسى، أنبأنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن مورق الأجلي، عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، إن السماء أطت وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرشات، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله، والله لوددت أني كنت شجرة تعضد. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا همام عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا محمد بن أبي فديك عن موسى بن يعقوب الزمعي عن أبي حازم أن عامر بن عبد الله بن الزبير أخبره أن أباه أخبره أنه لم يكن بين إسلامهم وبين أن نزلت هذه الآية يعاتبهم الله بها إلا 4 سنين.
ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. حدثنا أبو بكر بن خلف حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، فقرأت عليه بسورة النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فنظرت إليه فإذا عيناه تدمعان. حدثنا القاسم بن زكريا بن دينار حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا أبو رجاء الخراساني عن محمد بن مالك عن البراء قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس على شفير القبر فبكى حتى بل الثرى ثم قال يا إخواني لمثل هذا فأعدوا. حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا أبو رافع عن ابن أبي مليكة عن عبد الرحمن بن السائب عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وإبراهيم بن المنذر قالا حدثنا ابن أبي فديك حدثني حماد بن أبي حميد الزرقي عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مؤمن يخرج من عينيه دموع وإن كان مثل رأس ذباب من خشية الله ثم تصيب شيئا من حر وجهه إلا حرمه الله على النار. حدثنا أبو بكر حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن سعد الهمداني عن عائشة قالت قلت يا رسول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال لا يا بنت أبي بكر أو يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويصلي وهو يخاف أن لا يتقبل منه. حدثنا عثمان بن إسماعيل بن عمران الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني أبو عبد رب قال سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال كالوعاء إذا طاب أسفله طاب أعلاه وإذا فسد أسفله فسد أعلاه. حدثنا كثير بن عبيد الحمصي حدثنا بقية عن ورقاء بن عمر حدثنا عبد الله بن ذكوان أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا صلى في العلانية فأحسن وصلى في السر فأحسن. قال الله عز وجل هذا عبدي حقا. حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى قالا حدثنا شريك بن عبد الله عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا فإنه ليس أحد منكم بمنجيه عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. حدثنا أبو مروان العثماني حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء
وهو للذي أشرك. حدثنا محمد بن بشار وهارون بن عبد الله الحمال وإسحاق بن منصور، حدثنا محمد بن بكر البرساني، أنبأنا عبد الحميد بن جعفر، أخبرني أبي عن زياد بن ميناء عن أبي سعد بن أبي فضالة الأنصاري وكان من الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ليوم لا ريب فيه، نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. حدثنا عبد الله بن سعيد، حدثنا أبو خالد الأحمر عن كثير بن زيد، عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبي عن أبي سعيد قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قال: قلنا: بلى. فقال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. حدثنا محمد بن خلف العسقلاني، حدثنا رواد بن الجراح عن عامر بن عبد الله عن الحسن بن ذكوان عن عبادة بن نسي عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أتخوف على أمتي الإشراك بالله، أما إني لست أقول يعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثنا، ولكن أعمالا لغير الله وشهوة خفية. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قالا: حدثنا بكر بن عبد الرحمن، حدثنا عيسى بن المختار عن محمد بن أبي ليلى عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يسمع يسمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. حدثنا هارون بن إسحاق، حدثني محمد بن عبد الوهاب عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي ومحمد بن بشر قالا: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. حدثنا يحيى بن حكيم ومحمد بن عبد الله بن يزيد قالا: حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. حدثنا هارون بن عبد الله الحمال وأحمد بن الأزهر قالا: حدثنا ابن أبي فديك عن عيسى بن أبي عيسى الحناط عن أبي الزناد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والصلاة نور المؤمن، والصيام جنة من النار. حدثنا الحسين بن الحسن المروزي، أنبأنا عبد الله بن المبارك وابن علية عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا صالح بن موسى عن معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرع الخير ثوابا البر وصلة الرحم، وأسرع الشر عقوبة البغي وقطيعة الرحم. حدثنا يعقوب بن حميد المدني، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن داود بن قيس عن أبي سعيد مولى بني عامر
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا عبد الله بن وهب، أنبأنا عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا أبو عقيل، حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثني ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس عن عطية السعدي، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا يحيى بن حمزة، حدثنا زيد بن واقد، حدثنا مغيث بن سمي عن عبد الله بن عمرو قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. حدثنا علي بن محمد، حدثنا أبو معاوية عن أبي رجاء عن برد بن سنان عن مكحول عن واثلة بن الأسقع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما، وأقل الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. حدثنا عبد الله بن محمد بن رمح، حدثنا عبد الله بن وهب عن الماضي بن محمد عن علي بن سليمان عن القاسم بن محمد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عقل كالتدبير، ولا ورع كالكف، ولا حسب كحسن الخلق. حدثنا محمد بن خلف العسقلاني، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا سلام بن أبي مطيع عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسب المال، والكرم التقوى. حدثنا هشام بن عمار وعثمان بن أبي شيبة قالا: حدثنا المعتمر بن سليمان عن كهمس بن الحسن عن أبي السليل ضريب بن نفير عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف كلمة. وقال عثمان: آية لو أخذ الناس كلهم بها لكفتهم. قالوا: يا رسول الله، أية آية؟ قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا نافع بن عمر الجمحي عن أمية بن صفوان عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي عن أبي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنباوة أو البناوة. قال: والنباوة من الطائف. قال: يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار. قالوا: بما ذاك يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء، أنتم شهداء الله بعضكم على بعض. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن جامع بن شداد عن كلثوم الخزاعي قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، كيف لي أن أعلم إذا أحسنت أني قد أحسنت، وإذا أسأت أني قد أسأت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال جيرانك قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا قالوا إنك قد أسأت فقد أسأت. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت جيرانك يقولون
أن قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت. حدثنا محمد بن يحيى وزيد بن أخزم قالا حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبو هلال حدثنا عقبة بن أبي ثبيت عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس خيرا وهو يسمع، وأهل النار من ملأ أذنيه من ثناء الناس شرا وهو يسمع. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت له الرجل يعمل العمل لله فيحبه الناس عليه، قال ذلك عاجل بشرى المؤمن. حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود حدثنا سعيد بن سنان أبو سنان الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رجل يا رسول الله إني أعمل العمل فيطلع عليه فيعجبني، قال لك أجران، أجر السر وأجر العلانية. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون وحدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد قالا أنبأنا يحيى بن سعيد أن محمد بن إبراهيم التيمي أخبره أنه سمع علقمة بن وقاص أنه سمع عمر بن الخطاب وهو يخطب الناس فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن أبي كبشة الأنماري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله ينفقه في غير حقه، ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا فهو يقول لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما في الوزر سواء. حدثنا إسحاق بن منصور المروزي حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر معمر عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن ابن أبي كبشة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة حدثنا أبو أسامة عن مفضل عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن ابن أبي كبشة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا أحمد بن سنان ومحمد بن يحيى قالا حدثنا يزيد بن هارون عن شريك عن ليث عن طاووس عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يبعث الناس على نياتهم. حدثنا زهير بن محمد أنبأنا زكريا بن عدي أنبأنا شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على نياتهم. حدثنا أبو بشر بكر بن خلف وأبو بكر بن خلاد الباهلي قالا حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان حدثني أبي عن أبي يعلى عن الربيع بن خثيم عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خط خطا مربعا وخطا وسط الخط المربع وخطوطا إلى جانب الخط الذي وسط الخط المربع وخطا خارجا من الخط المربع، فقال أتدرون ما هذا؟ قالوا
الله ورسوله أعلم. قال: هذا الإنسان الخط الأوسط، وهذه الخطوط إلى جنبه، الأعراض تنهشه أو تنهسه من كل مكان، فإن أخطأه هذا أصابه هذا. والخط المربع الأجل المحيط، والخط الخارج الأمل. حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا النضر بن شميل، أنبأنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن أبي بكر قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا ابن آدم، وهذا أجله، عند قفاه، وبسط يده أمامه، ثم قال: وثم أمله. حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلب الشيخ شاب في حب اثنتين، في حب الحياة وكثرة المال. حدثنا بشر بن معاذ الضرير، حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهرب ابن آدم ويشب منه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر. حدثنا أبو مروان العثماني، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديين من مال لأحب أن يكون معهما ثالث، ولا يملأ نفسه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. حدثنا الحسن بن عرفة، حدثني عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت: والذي ذهب بنفسه صلى الله عليه وسلم ما مات حتى كان أكثر صلاته وهو جالس، وكان أحب الأعمال إليه العمل الصالح الذي يدوم عليه العبد وإن كان يسيرا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كانت عندي امرأة فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام تذكر من صلاتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. قالت: وكان أحب الدين إليه الذي يدوم عليه صاحبه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن الجريري عن أبي عثمان عن حنظلة الكاتب التميمي الأسيدي قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا الجنة والنار حتى كأن رأي العين، فقمت إلى أهلي وولدي فضحكت ولعبت. قال: فذكرت الذي كنا فيه، فخرجت فلقيت أبا بكر فقلت: نافقت نافقت. فقال أبو بكر: إنا لنفعله. فذهب حنظلة فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا حنظلة، لو كنتم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم أو على طرقكم يا حنظلة ساعة وساعة. حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عبد الرحمن الأعرج، سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن خير العمل أدومه وإن قل. حدثنا عمرو بن رافع، حدثنا يعقوب بن عبد الله الأشعري عن عيسى بن جارية عن جابر بن عبد الله قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يصلي على صخرة، فأتى ناحية مكة، فمكث مليا ثم انصرف، فوجد الرجل يصلي على حاله، فقام فجمع يديه ثم قال:
يا أيها الناس عليكم بالقصد ثلاثة، فإن الله لا يمل حتى تملوا. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا وكيع وأبي عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: قلنا يا رسول الله أنؤاخذ بما كنا نعمل في الجاهلية؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما كان في الجاهلية، ومن أساء أخذ بالأول والآخر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد، حدثني سعيد بن مسلم بن بانك قال: سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير يقول: حدثني عوف بن الحارث عن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إياك ومحقرات الأعمال، فإن لها من الله طالبا. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا حاتم بن إسماعيل والوليد بن مسلم قالا: حدثنا محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه، فإن زاد زادت، فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. حدثنا عيسى بن يونس الرملي، حدثنا عقبة بن علقمة بن خديج المعافري عن أرقاة بن المنذر عن أبي عامر الألهاني عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. حدثنا هارون بن إسحاق وعبد الله بن سعيد قالا: حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه وعمه عن جده عن أبي هريرة قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكثر ما يدخل الجنة؟ قال: التقوى وحسن الخلق. وسئل: ما أكثر ما يدخل النار؟ قال: الأجوفان، الفم والفرج. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا شبابة، حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل أفرح بتوبة أحدكم منه بضالته إذا وجدها. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب المديني، حدثنا أبو معاوية، حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب عليكم. حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا أبي عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من رجل أضل راحلته بفلات من الأرض فالتمسها حتى إذا أعيا تسجى بثوبه، فبينا هو كذلك إذ سمع وجبة الراحلة حيث فقدها، فكشف الثوب عن وجهه فإذا هو براحلته. حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي، حدثنا وهيب بن خالد، حدثنا معمر عن عبد الكريم عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا علي بن مسعدة عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا سفيان عن عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم
عن ابن معقل قال: دخلت مع أبي على عبد الله فسمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. فقال له أبي: أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الندم توبة؟ قال: نعم. حدثنا راشد بن سعيد الرملي أنبأنا الوليد بن مسلم عن ابن ثوبان عن أبي عن مكحول عن جبير بن نفير عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل ليقبل توبة العبد ما لم يغرغر. حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب حدثنا المعتمر سمعت أبي حدثنا أبو عثمان عن ابن مسعود أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أصاب من امرأة قبلة فجعل يسأل عن كفارتها فلم يقل له شيئا، فأنزل الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل: يا رسول الله، ألي هذه؟ فقال: هي لمن عمل بها من أمتي. حدثنا محمد بن يحيى وإسحاق بن منصور قالا حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر قال: قال الزهري: ألا أحدثك بحديثين عجيبين؟ أخبرني حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسرف رجل على نفسه فلما حضره الموت أوصى بنيه وقال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح في البحر، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. قال: ففعلوا به ذلك، فقال للأرض: أدي ما أخذت، فإذا هو قائم. فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك أو مخافتك يا رب، فغفر له لذلك. قال الزهري: وحدثني حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. قال الزهري: لئلا يتكل رجل ولا ييأس رجل. حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا عبدة بن سليمان عن موسى بن المسيب الثقفي عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول: يا عبادي، كلكم مذنب إلا من عافيت، فسلوني المغفرة فأغفر لكم، ومن علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة فاستغفرني بقدرتي غفرت له، وكلكم ضال إلا من هديت، فسلوني الهدى أهدكم، وكلكم فقير إلا من أغنيت، فسلوني أرزقكم، ولو أن حيكم وميتكم وأولكم وآخركم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا فكانوا على قلب أتقى عبد من عبادي لم يزد في ملكي جناح بعوضة، ولو اجتمعوا فكانوا على قلب أشقى عبد من عبادي لم ينقص من ملكي جناح بعوضة، ولو أن حيكم وميتكم وأولكم وآخركم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا فسأل كل سائل منهم ما بلغت أمنيته ما نقص من ملكي إلا كما لو أن أحدكم مر بشفة البحر فغمس فيها إبرة ثم نزعها، ذلك بأني جواد ماجد عطائي كلام، إذا أردت شيئا فإنما أقول له كن فيكون. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه اللذات، يعني الموت. حدثنا الزبير بن بكار حدثنا أنس بن عياض حدثنا نافع بن عبد الله عن فروة بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر أنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل من الأنصار
فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا. قال: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس. حدثنا هشام بن عبد الملك الحمصي، حدثنا بقية بن الوليد، حدثني ابن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن أبي يعلى شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها ثم تمنى على الله. حدثنا عبد الله بن الحكم بن أبي زياد، حدثنا سيار، حدثنا جعفر عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل صالحا قالوا: اخرجي أيتها النفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلان. فيقال: مرحبا بالنفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. وإذا كان الرجل السوء قال: اخرجي أيتها النفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق، وآخر من شكله أزواج، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فلا يفتح لها، فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان. فيقال: لا مرحبا بالنفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة، فإنها لا تفتح لك أبواب السماء، فيرسل بها من السماء ثم تصير إلى القبر. حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري وعمر بن شبة بن عبيدة قالا: حدثنا عمر بن علي، أخبرني إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أجل أحدكم بأرض أو ثبته إليها الحاجة، فإذا بلغ أقصى أثره قبضه الله سبحانه، فتقول الأرض يوم القيامة: ربي هذا ما استودعتني. حدثنا يحيى بن خلف أبو سلمة، حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقيل له: يا رسول الله، كراهية لقاء الله في كراهية لقاء الموت، فكلنا يكره الموت. قال: لا، إنما ذاك عند موته إذا بشر برحمة الله ومغفرته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإذا بشر بعذاب الله كره لقاء الله وكره الله لقاءه. حدثنا عمران بن موسى، حدثنا عبد الوارث بن سعيد، حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا الموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء من الإنسان إلا يبلى،
إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. حدثنا محمد بن إسحاق حدثني يحيى بن معين حدثنا هشام بن يوسف عن عبد الله بن بحير عن هانئ مولى عثمان قال كان عثمان بن عفان إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته، فقيل له تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يصير إلى القبر فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشعوف، ثم يقال له فيما كنت؟ فيقول كنت في الإسلام، فيقال له ما هذا الرجل؟ فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه. فيقال له هل رأيت الله؟ فيقول ما ينبغي لأحد أن يرى الله، فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقال له انظر إلى ما وقاك الله، ثم يفرج له قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له هذا مقعدك، ويقال له على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. ويجلس الرجل السوء في قبره فزعا مشعوفا، فيقال له فيما كنت؟ فيقول لا أدري. فيقال له ما هذا الرجل؟ فيقول سمعت الناس يقولون قولا فقلته. فيفرج له قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له انظر إلى ما صرف الله عنك، ثم يفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقال له هذا مقعدك، على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله تعالى. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال نزلت في عذاب القبر، يقال له من ربك؟ فيقول ربي الله ونبي محمد، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات أحدكم عرض على مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى تبعث يوم القيامة. حدثنا سويد بن سعيد أنبأنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب الأنصاري أنه أخبره أن أباه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجع إلى جسده يوم يبعث. حدثنا إسماعيل بن حفص الأبلي حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الميت القبر مثلت الشمس عند غروبها، فيجلس يمسح عينيه ويقول دعوني أصلي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صاحبي الصور بأيديهما أو في أيديهما قرنان يلاحظان النظر متى يؤمران.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رجل من اليهود بسوق المدينة: والذي اصطفى موسى على البشر. فرفع رجل من الأنصار يده فلطمه، قال: تقول هذا وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فأكون أول من رفع رأسه، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أرفع رأسه قبلي أو كان ممن استثنى الله عز وجل، ومن قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالا حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم حدثني أبي عن عبيد الله بن مقسم عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: يأخذ الجبار سماواته وأراضيه بيده وقبض يده فجعل يقبضها ويبسطها ثم يقول: أنا الجبار أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون؟ قال: ويتمايل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن شماله حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن حاتم بن أبي صغيرة عن ابن أبي مليكة عن القاسم قال: قالت عائشة: قلت يا رسول الله كيف يحشر الناس يوم القيامة؟ قال: حفاة عراة. قلت: والنساء؟ قال: والنساء. قلت: يا رسول الله فما يستحيا؟ قال: يا عائشة الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. حدثنا أبو بكر حدثنا وكيع عن علي بن رفاعة عن الحسن عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عيسى بن يونس وأبو خالد الأحمر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال: يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فأين تكون الناس يومئذ؟ قال: على الصراط. حدثنا أبو بكر حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق حدثني عبيد الله بن المغيرة عن سليمان بن عمرو بن عبد بن العتواري أحد بني ليث قال: وكان في حجر أبي سعيد قال: سمعته يعني أبا سعيد يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوضع الصراط بين ظهراني جهنم على حسك كحسك السعدان، ثم يستجيز الناس فناج مسلم ومخدوج به، ثم ناج ومحتبس به ومنكوس فيها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر عن حفصة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو ألا يدخل النار أحد إن شاء الله تعالى ممن شهد بدرا والحديبية. قالت: قلت يا رسول الله أليس قد قال الله: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال:
ألم تسمعيه يقول: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. حدثنا أبو بكر حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تردون علي غرا محجلين من الوضوء سيماء أمتي ليس لأحد غيرها. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا: بلى. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. حدثنا أبو كريب وأحمد بن سنان قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء النبي ومعه الرجلان، ويجيء النبي ومعه الثلاثة، وأكثر من ذلك وأقل، فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال: هل بلغكم؟ فيقولون: لا. فيقال: من شهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فتدعى أمة محمد فيقال: هل بلغ هذا؟ فيقولون: نعم. فيقول: وما علمكم بذلك؟ فيقولون: أخبرنا نبينا بذلك أن الرسل قد بلغوا فصدقناه. قال: فذلكم قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني قال: صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفس محمد بيده، ما من عبد يؤمن ثم يسدد إلا سلك به في الجنة، وأرجو ألا يدخلوها حتى تبوأوا أنتم ومن صلح من ذراريكم مساكن في الجنة، ولقد وعدني ربي عز وجل أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا محمد بن زياد الألهاني قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وعدني ربي سبحانه أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي عز وجل. حدثنا عيسى بن محمد بن النحاس الرملي وأيوب بن محمد الرقي قالا: حدثنا ضمرة بن ربيعة عن ابن شوذب عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نكمل يوم القيامة 70 أمة نحن آخرها وخيرها. حدثنا محمد بن خالد بن خداش حدثنا إسماعيل بن علية عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم وفيتم 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري حدثنا حسين بن حفص الأصبهاني حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة 20 و100 صف، 80 من هذه الأمة و40 من سائر الأمم. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو سلمة حماد بن سلمة عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن آخر الأمم وأول من يحاسب. يقال: أين الأمة الأمية ونبيها؟ فنحن الآخرون الأولون. حدثنا جبارة بن المغلس، حدثنا عبد الأعلى بن أبي المساور عن أبي بردة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة أذن لأمة محمد في السجود، فيسجدون له طويلا، ثم يقال: ارفعوا رؤوسكم، قد جعلنا عدتكم فداءكم من النار. حدثنا جبارة بن المغلس، حدثنا كثير بن سليم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة مرحومة عذابها بأيديها، فإذا كان يوم القيامة دفع إلى كل رجل من المسلمين رجل من المشركين، فيقال: هذا فداؤك من النار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 100 رحمة قسم منها رحمة بين جميع الخلائق، فبها يتراحمون، وبها يتعاطفون، وبها تعطف الوحش على أولادها، وأخر 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. حدثنا أبو كريب وأحمد بن سنان قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، فجعل في الأرض منها رحمة، فبها تعطف الوالدة على ولدها، والبهائم بعضها على بعض، والطير، وأخر 99 إلى يوم القيامة، فإذا كان يوم القيامة أكملها الله بهذه الرحمة. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو بكر بن أبي شيبة قالا: حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لما خلق الخلق كتب بيده على نفسه: إن رحمتي تغلب غضبي. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، حدثنا أبو عوانة، حدثنا عبد الملك بن عمير عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على حمار، فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا إبراهيم بن أعين، حدثنا إسماعيل بن يحيى الشيباني عن عبد الله بن عمر بن حفص عن نافع عن ابن عمر: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، فمر بقوم فقال: من القوم؟ فقالوا: نحن المسلمون، وامرأة تحصب تنورها ومعها ابن لها، فإذا ارتفع وهج التنور تنحت به، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أنت رسول الله؟ قال: نعم. قالت: بأبي أنت وأمي، أليس الله بأرحم الراحمين؟ قال: بلى. قالت: أوليس الله بأرحم بعباده من الأم بولدها؟ قال: بلى. قالت: فإن الأم لا تلقي ولدها في النار. فأكب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، ثم رفع رأسه إليها فقال: إن الله لا يعذب من عباده إلا المارد المتمرد الذي يتمرد على الله وأبى أن يقول لا إله إلا الله. حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي، حدثنا عمرو بن هاشم، حدثنا ابن لهيعة عن عبد ربه بن سعيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار إلا شقي. قيل: يا رسول الله، ومن الشقي؟ قال: من لم يعمل لله بطاعة ولم يترك له معصية. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب،
حدثنا سهيل بن عبد الله أخو حزم القطعي، حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ أو تلا هذه الآية: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. فقال: قال الله عز وجل: أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله آخر، فمن اتقى أن يجعل معي إلها آخر فأنا أهل أن أغفر له. قال أبو الحسن القطان: حدثنا إبراهيم بن نصر، حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا سهيل بن أبي حزم عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال ربكم: أنا أهل أن أتقى فلا يشرك بي غيري، وأنا أهل لمن اتقى أن يشرك بي أن أغفر له. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا الليث، حدثني عامر بن يحيى عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول الله عز وجل: هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أظلمتك كتبت الحافظون؟ ثم يقول: ألك عن ذلك حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنات، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال: فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. قال محمد بن يحيى: البطاقة الرقعة، وأهل مصر يقولون للرقعة بطاقة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا زكريا، حدثنا عطية عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لي حوضا ما بين الكعبة وبيت المقدس أبيض مثل اللبن، آنيته عدد النجوم، وإني لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر عن أبي مالك سعد بن طارق عن ربعي عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حوضي لأبعد من أيلة إلى عدن، والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد النجوم، ولهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، والذي نفسي بيده إني لأذود عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه. قيل: يا رسول الله، أتعرفنا؟ قال: نعم، تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء ليست لأحد غيركم. حدثنا محمود بن خالد الدمشقي، حدثنا مروان بن محمد، حدثنا محمد بن مهاجر، حدثني العباس بن سالم الدمشقي، نبئت عن أبي سلام الحبشي قال: بعث إلي عمر بن عبد العزيز فأتيته على بريد، فلما قدمت عليه قال: لقد شققنا عليك يا أبا سلام في مركبك. قال: أجل والله يا أمير المؤمنين. قال: والله ما أردت المشقة عليك، ولكن حديث بلغني أنك تحدث به عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحوض، فأحببت أن تشافهني به. قال: فقلت: حدثني ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن حوضي ما بين عدن إلى أيلة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، أكاويبه كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وأول من يرده علي فقراء المهاجرين
الدنس ثيابا والشعث رؤوسا، الذين لا ينكحون المنعمات ولا يفتح لهم السدد. قال: فبكى عمر حتى اخضلت لحيته، ثم قال: لكني قد نكحت المنعمات وفتحت لي السدد، لا جرم أني لا أغسل ثوبي الذي على جسدي حتى يتسخ، ولا أدهن رأسي حتى يشعث. حدثنا نصر بن علي، حدثنا أبي، حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة، أو كما بين المدينة وعمان. حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: قال أنس بن مالك: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يرى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى المقبرة فسلم على المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون. ثم قال: لوددنا أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون من بعدي، وأنا فرطكم على الحوض. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من لم يأت من أمتك؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، ألم يكن يعرفها؟ قالوا: بلى. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. قال: أنا فرطكم على الحوض. ثم قال: ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، فأناديهم: ألا هلموا؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، ولم يزالوا يرجعون على أعقابهم، فأقول: ألا سحقا سحقا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، فهي نائلة من مات منهم لا يشرك بالله شيئا. حدثنا مجاهد بن موسى وأبو إسحاق الهروي، إبراهيم بن عبد الله بن حاتم قالا: حدثنا هشيم، أنبأنا علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر. حدثنا نصر بن علي وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب قالا: حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم نار بذنوبهم أو بخطاياهم فأماتتهم إماتة، حتى إذا كانوا فحما أذن لهم في الشفاعة، فجيء بهم ضبائر ضبائر، فبثوا على أنهار الجنة، فقيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. قال: فقال رجل من القوم: كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان في البادية. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا زهير بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شفاعتي يوم القيامة لأهل الكبائر من أمتي. حدثنا إسماعيل بن أسد، حدثنا أبو بدر، حدثنا زياد بن خيثمة عن نعيم بن أبي هند، عن ربعي بن حراش، عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين. حدثنا نصر بن علي، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا سعيد عن قتادة، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجتمع المؤمنون يوم القيامة يلهمون أو يهمون، شك سعيد، فيقولون: لو تشفعنا إلى ربنا فأراحنا من مكاننا، فيأتون آدم فيقولون: أنت آدم أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، فاشفع لنا عند ربك يرحنا من مكاننا هذا، فيقول: لست هناكم، ويذكر ويشكو إليهم ذنبه الذي أصاب، فيستحي من ذلك، ولكن ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، فيأتونه فيقول: لست هناكم، ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم، ويستحي من ذلك، ولكن ائتوا خليل الرحمن إبراهيم، فيأتونه فيقول: لست هناكم، ولكن ائتوا موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة، فيأتونه فيقول: لست هناكم، ويذكر قتله النفس بغير النفس، ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه، فيأتونه فيقول: لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال: فيأتوني فأنطلق. قال: فذكر هذا الحرف عن الحسن. قال: فأمشي بين السماطين من المؤمنين. قال: ثم عاد إلى حديث أنس قال: فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا رأيته وقعت ساجدا، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال: ارفع يا محمد، وقل تسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع، فأحمده بتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا، فيدخلهم الجنة، ثم أعود الثانية، فإذا رأيته وقعت ساجدا، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال لي: ارفع محمدا، قل تسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا، فيدخلهم الجنة، ثم أعود الثالثة، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال: ارفع محمد، قل تسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا، فيدخلهم الجنة، ثم أعود الرابعة فأقول: يا ربي، ما بقي إلا من حبسه القرآن. قال: يقول قتادة على أثر هذا الحديث: وحدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، وكان في قلبه مثقال شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، وكان في قلبه مثقال برة من خير، ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، وكان في قلبه مثقال ذرة من خير. حدثنا سعيد بن مروان، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا عن بسة بن عبد الرحمن، عن علاق بن أبي مسلم، عن أبان بن عثمان، عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي، حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الطفيل بن أبي بن كعب، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة
كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا الحسين بن ذكوان عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرجن قوم من النار بشفاعتي يسمون الجهنميين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا خالد عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن أبي الجدعاء أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. قالوا: يا رسول الله، سواه؟ قال: سواي. قلت: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا سمعته. حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا ابن جابر قال: سمعت سليم بن عامر يقول: سمعت عوف بن مالك الأشجعي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما خيرني ربي الليلة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه خيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة. قلنا: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلنا من أهلها. قال: هي لكل مسلم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي ويعلى قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن نفيع أبي داود عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، ولولا أنها أطفئت بالماء مرتين ما انتفعتم بها، وإنها لتدعو الله عز وجل أن لا يعيدها فيها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي، أكل بعضي بعضا، فجعل لها نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فشدة ما تجدون من البرد من زمهريرها، وشدة ما تجدون من الحر من سمومها. حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا شريك عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوقدت النار 1000 سنة فابيضت، ثم أوقدت 1000 سنة فاحمرت، ثم أوقدت 1000 سنة فاسودت، فهي سوداء كالليل المظلم. حدثنا الخليل بن عمرو حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن محمد بن إسحاق عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من الكفار، فيقال: اغمسوه في النار غمسة، فيغمس فيها، ثم يقال له: أي فلان، هل أصابك نعيم قط؟ فيقول: لا، ما أصابني نعيم قط. ويؤتى بأشد المؤمنين ضرا وبلاء، فيقال: اغمسوه غمسة في الجنة، فيغمس فيها غمسة، فيقال له: أي فلان، هل أصابك ضرا قط أو بلاء؟ فيقول: ما أصابني قط ضر ولا بلاء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا بكر بن عبد الرحمن حدثنا عيسى بن المختار عن محمد بن أبي ليلى عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر ليعظم حتى إن ضرسه لأعظم من أحد، وفضيلة جسده على ضرسه كفضيلة جسد أحدكم على ضرسه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن داود بن أبي هند حدثنا عبد الله بن قيس قال: كنت عند أبي بردة ذات ليلة، فدخل علينا الحارث بن أقيش، فحدثنا الحارث ليلة إذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أمتي من يدخل الجنة بشفاعته أكثر من مضر، وإن من أمتي من يعظم للنار حتى يكون أحد زواياها.
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل البكاء على أهل النار فيبكون حتى ينقطع الدموع ثم يبكون الدم حتى يصير في وجوههم كهيئة الأخدود لو أرسلت فيه السفن لجرت. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن مجاهد عن ابن عباس قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولو أن قطرة من الزقوم قطرت في الأرض لأفسدت على أهل الدنيا معيشتهم، فكيف بمن ليس له طعام غيره؟ حدثنا محمد بن عبادة الواسطي حدثنا يعقوب بن محمد الزهري حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط فيقال يا أهل الجنة، فيطلعون خائفين وجلين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه، ثم يقال يا أهل النار، فيطلعون مستبشرين فرحين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه، فيقال هل تعرفون هذا؟ قالوا نعم هذا الموت. قال فيؤمر به فيذبح على الصراط، ثم يقال للفريقين كلاهما خلود فيما تجدون لا موت فيها أبدا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة ومن بلها ما قد أطلعكم الله عليه اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال وكان أبو هريرة يقرأها من قرات أعين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لشبر في الجنة خير من الأرض وما عليها الدنيا وما فيها. حدثنا هشام بن عمار حدثنا زكريا بن منظور حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاذ بن جبل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجنة 100 درجة كل درجة منها ما بين السماء والأرض، وإن أعلاها الفردوس، وإن أوسطها الفردوس، وإن العرش على الفردوس، منها تفجر أنهار الجنة، فإذا ما سألتم الله فسلوه الفردوس. حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا محمد بن مهاجر الأنصاري حدثني الضحاك المعافري عن سليمان بن موسى عن كريب مولى ابن عباس قال حدثني أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأصحابه ألا مشمر للجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مطرد وفاكهة كثيرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة في مقام أبدا.
في حبرة ونضرة في دور عالية سليمة بهية. قالوا: نحن المشمرون لها يا رسول الله. قال: قولوا إن شاء الله. ثم ذكر الجهاد وحض عليه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على ضوء أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يدخلون، أمشاطهم الذهب ومجامرهم الألوة، أزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مثل حديث ابن فضيل عن عمارة. حدثنا واصل بن عبد الأعلى وعبد الله بن سعيد وعلي بن المنذر قالوا: حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن محارب بن جثار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر في الجنة، حافتاه من ذهب، مجراه على الياقوت والدر، تربته أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل، وأشد بياضا من الثلج. حدثنا أبو عمر الضرير، حدثنا عبد الرحمن بن عثمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة لا يقطعها، واقرأوا إن شئتم: وظل ممدود وماء مسكوب. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين، حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، حدثني حسان بن عطية، حدثني سعيد بن المسيب أنه لقي أبا هريرة فقال أبو هريرة: أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. قال سعيد: أو فيها سوق؟ قال: نعم. أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم، فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا، فيزورون الله عز وجل ويبرز لهم عرشه، ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة، فتوضع لهم منابر من نور، ومنابر من لؤلؤ، ومنابر من ياقوت، ومنابر من زبرجد، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة، ويجلس أدناهم وما فيهم دني وما فيهم دني على كثبان المسك والكافور، ما يرون أن أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلسا. قال أبو هريرة: قلت يا رسول الله، هل نرى ربنا؟ قال: نعم. هل تتمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ قلنا: لا. قال: كذلك لا تتمارون في رؤية ربكم عز وجل، ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله عز وجل محاضرة، حتى إنه يقول للرجل منكم: ألا تذكر يا فلان يوم عملت كذا وكذا؟ يذكره بعض غدراته في الدنيا، فيقول: يا ربي أفلم تغفر لي؟ فيقول: بلى، فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه. فبينما هم كذلك غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط، ثم يقول: قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم. قال: فنأتي سوقا قد حفت به الملائكة، فيه ما لم تنظر العيون إلى مثله، ولم تسمع الآذان، ولم يخطر على القلوب. قال: فيحمل لنا ما اشتهينا، ليس يباع فيه شيء ولا يشترى، وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا، فيقبل الرجل ذو المنزلة المرتفعة
فيلقى من هو دونه وما فيهم دني، فيروعه ما يرى عليه من اللباس، فما ينقضي آخر حديثه حتى يتمثل له عليه أحسن منه، وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها. قال: ثم ننصرف إلى منازلنا فتلقانا أزواجنا فيقولن: مرحبا وأهلا، لقد جئت وإن بك من الجمال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه. فنقول: إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار عز وجل، ويحقنا أن ننقلب بمثل من قلبنا. حدثنا هشام بن خالد الأزرق أبو مروان الدمشقي، حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه عن خالد بن معدان عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يدخله الله الجنة إلا زوجه الله عز وجل 72 زوجة، 2 من الحور العين، و70 من ميراثه من أهل النار، ما منهن واحدة إلا ولها قبل شهي ولها ذكر لا ينثني. قال هشام بن خالد: من ميراثه من أهل النار، يعني رجالا دخلوا النار، فورث أهل الجنة نساءهم كما ورثت امرأة فرعون. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أبي عن عامر الأحول عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه في ساعة واحدة كما يشتهي. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، رجل يخرج من النار حبوا فيقال له: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأى، فيقول الله: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأى، فيقول الله سبحانه: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول: يا ربي إنها ملأى، فيقول الله: اذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا، فيقول: أتسخر بي أو أتضحك بي وأنت الملك؟ قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، فكان يقال: هذا أدنى أهل الجنة منزلا. حدثنا هناد بن السري، حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن زيد بن أبي مريم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الجنة 3 مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة، ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار: اللهم أجره من النار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن سنان قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا له منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله، فذلك قوله تعالى: أولئك هم الوارثون.